سلمى، لأول مرة منذ عام وبعد 50 عاما من التوقف دقت ساعة باب الفرج إعلان النصر على الإرهاب وإذانا بعودة الحياة إلى هي الساحة، أكيد بهمة وجهود مبادرة أهالي أهل حلب. أكيد نرمين، اليوم عم نحكي للمرة مرة جديدة عن ساعة باب الفرج ومحور طبعا باب الفرج الممتد من الأحياء الشرقية وصولا إلى هنا على إعادة الأعمار والترميم في هذه المنطقة اللي ما توقفت والجهود الأهلية. ورح نحكي اليوم مع رئيس مبادرة أهالي حلب المهندس طريف عطورة المشرف على إعادة الترميم للساعة ومحور الساعة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم بمدينة حلب. الحقيقة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني نحن مثل ما كنا عم نذكر ساعة باب الفرج هي ساعة حلبية وبنيت بجهود أبناء حلب، خلينا نحكي عن رمزية هي الساعة والساحة الموجودين فيها حاليا. ساعة باب الفرج ساعة بنيت منذ 120 عاما على أطلال أسطل السلطان اللي عمره كمان ما يزيد عن 450 عام. ساعة طراز معماري فريد بناها المعماريون حلبيون بامتياز، كل تفاصيلها بنيت بحجارة حلبية وبخبرة حلبية بامتياز. ساعة باب الفرج تتميز انه ماكينتها هي ماكينة انجليزية تماثل ساعة بيج بن بنفس اللي فيها نسخة، هي مصغرة فيها نسخة مماثلة بانجلترا لنفس الساعة. طبعا الساعة موقع العام هي من حيث الموقع سميت عموما بباب الفرج اللي موجود على بضع امتار من ساعة باب الفرج من الناحية الشرقية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يعني استاذ طريف، ساعة باب الفرج هي من الساعات او من المعالم المميزة بمدينة حلب تحديدا، اعوام مرت اغلقت فيها الساعة وايضا الارهاب كان سبب كبير بعدم عودة هي الساعة. نحن الان عم نشهد صارت من سنه الى اليوم اي حدا بيجي على حلب اول مكان بيحب يتصور فيه هو القلعه والساعه لرمزيتها. خلينا نحكي اليوم عن هذا المحور وايضا العمل والانتاج اللي اشتغلتوا عليه، يعني عام كامل من اعاده التاهيل ما توقفتوا وقبلها حتى خلال الحرب كنتوا عم تشتغلوا لحتى ترجعوا الحياه وتحافظوا على المعالم التاريخيه والاثريه بحلب. صحيح تماما. جمعية ومبادرة أهالي حلب منذ بدء التحرير مباشرة بادرت إلى موضوع إحياء ساعة باب الفرج. قامت بإعادة توثيق أول شيء المرحلة الأولى، توثيق الأضرار اللي لحقت بساعة باب الفرج، بعدين من خلال الكوادر الهندسية والفنية بديت بإعادة القلق والترميم والتأهيل لكل معالم الساعة من الواجهات الحجرية اللي تعرضت لأضرار بالغة إلى ماكينة الساعة إلى الميناء تبع الساعة إلى الإطارات إلى المنجول الخشبي حتى موضوع الإضاءة والصوت، كلها هي أخذت بعين الاعتبار ورممت بشكل فني ودقيق بشكل. ونفس هن أحفاد المعماريين اللي بنوا الساعة هن نفسهم اللي أعادوا ترميم وتأهيل ساعة باب الفرج. نعم. شغلة ثانية، نحن بإعادة أثناء إعادة تأهيل وترميم الساعة، بس ممكن نوضح أكثر للمشاهدين عن حجم الضرر اللي كان موجود بهي الساعة وحتى الساعة. طيب أنا أول شيء بنحكي على الساعة، الساعة في أضرار بالواجهات الحجرية بشكل كبير، الواجهة الشرقية متعرضة لأضرار كبيرة، البنية تحت البنية السفلية كلها كمان أضرار كبيرة، الواجهات معظمها متضررة، الأعمدة متضررة، كلها تهلا المعماريين والبناء المعمار الحلبي اللي قام بترميم ساعة ورممت وفق الأصول الأثرية والمعمارية المتبعة في مديرية الآثار. طبعا كان في تعاون وتنسيق مع مديرية الآثار والمتاحف مع مجلس مدينة حلب مديرية المدينة القديمة وبمتابعة من السيد محافظ حلب مشكور لأدق التفاصيل. يعني الحقيقة هو عمل متكامل بين المجتمع الأهلي والحكومي بكل أطيافه حتى طلع معنا عمل مميز الحمد لله بإعادة القلق للساعة. ساعة باب الفرج لم تدق أجراسها منذ 50 عاما. طبعا نحن كمان أثناء عملية الترميم هلا نحن بنحكي على عدة تفاصيل معينة
ممكن تضيف هيك جماليه للقصه. نحن عقارب الساعه مثلا احد المهنيين الارمن الموجودين هون وهن من الفنيين، الزلمه تبرع بطلاء بالذهب، طليت عقارب الساعه بالذهب. كمان اثناء عمليه الترميم نحن الوسط هذا كان مردوم منذ 60 عاما، الوسط السفلي من الساعه تم الكشف، والكشف على اصل السلطان عبد الحميد اللي عمره ما يزيد عن 420 عام. القنوات الفقاريه، قناه حيلان، القناه الرومانيه اللي عمرها الاف السنين، الاجران المائيه، الخزان الفخاري، عده معالم واعاده الحياه اليهم، سواء الاجران، سواء المناهل، سواء الخزان الفخاري الكبير المتصل مع قناة حيلان، وإعادة دوة المياه. هلأ إذا تطلعوا بتاخذوا هالتفاصيل اكيد. يعني كمان اللي بيشوف كمان شكل الساعه مو بس رجعت بنفس الحجر القديم انعملت، حتى نظام الاضاءه صار نظام حديث وبشكل عالمي. يعني هي مميزه جدا بالليل، يعني مو بس صباحا هي معلم اثري، حتى بالليل الناس بتستقطب عدد كبير من الناس لحتى ياخذوا جنبها الصور الفوتوغرافيه. بس بدي اسالك استاذ طريف، يعني نحن اليوم عم نحكي عن الساعه، كمان بدنا نحكي شوي عن مبادره اهالي حلب اليوم، هالمبادره اللي بتتالف من مثل اسمها من اهالي حلب، نحكي شوي عنها لو سمحت. هلا هي مبادره اهالي حلب مبادره اهليه بامتياز، جمعت من كل اطياف مدينه اهالي مدينه حلب بكل اسنياتها وبكل مكوناتها ليكونوا بكل كوادرها المثقفه والفنيه، مهندسين، أطباء، محامين. هالمبادرة هي من اسمها بتجي مبادرة أهالي حلب، بادروا لمساعدة أهالي مدينة حلب للنهوض، وكوننا نحن موجودين ونحن ثابتين راح نبني مدينة حلب وما بحاجة لحدا. نحن بأهلنا، أهالي مدينة حلب هي اللي بتبنيها، ما بدها أي شيء. أكيد هذا هون هي. هلا هون مثلا نحن هذا المحور من ساعة باب الفرج حتى دوار التلال كوادرنا شغالة هلا بإعادة القلق لهالمحور الموجود مع الواجهات مع الأبنية مع السوق. هذا كله راح تشوفوه هلا هالسنة، انتهينا من ساعة باب الفرج، السنة القادمة بتلاقوا المحور بشكل كامل، أعيد القلق والنبض. طبعا كانت الفكرة من إعادة الساعة إعادة رأسا تدق ساعة باب الفرج إيزانا بالنصر. هي هون هي الرمزيه القويه اللي هي رساله للجميع. اكيد وصلت الرساله. يوجد عده مشاريع جمعيتها مبادره اهالي حلب هلا قامت فيها وستقوم فيها، اناره قلعه حلب، في دراسه للبرج المتقدم بقلعه حلب، كمان اعاده ترميم وتاهيل، في محاور الاناره طلعت كلها مع الاناره التزيينيه كانت بالتشاوكية مع مجلس مدينة حلب، مع محافظة حلب، مع سويل الشبكات. طبعا كل هالتعاون والتنسيق عم بيسمر انه حياة تنبض، حلب تنبض بالحياة ورجعت بل احسن من قبل ان شاء الله. نعم ان شاء الله يا رب. بهمة جميع الشرفاء بهالوطن. ما دام الهمة موجودة وأكيد غيرة أهالي حلب على مدينتهم، هن أكثر الأشخاص يمكن اللي حسوا بالوجع، أكيد مثل ما بيقول قلبهم وعيونهم على مدينتهم. أكيد. خلينا كمان نحكي يمكن خلال أعمال الترميم تم العثور على مكتشفات أثرية، خلينا نضوع عنا قديش حلب كنوز من الحضارة ومن الآثار، يعني لهلا بعدنا كل يوم بنكتشف شيء جديد عن حضارة مرت من هون. صحيح صحيح، هلا نحن بنرجع بنقول هاي دقات الساعة، يعني ما في أحلى وقع من هذا الصوت كثير حلو. نحن وقت كنا عم نعمل بإعادة تأهيل كنا بالقسم العلوي، وقت نزلنا نحو الأسفل وبدينا بالترميم البنية التحتية اكتشفنا الأجران. هي الأجران منذ 50-60 عاما لا ما حدا له اطلاع عليها ولا حدا حاول انه يطلع. هلا اللي بدي اقوله نحن حلب تحتها مدينة، ومدينة ثانية وثالثة موجودة بنيت على حضارات غابرة. هي مدينة غنية غنية، ونحن بإعادة الترميم والتأهيل لازم كل هالأمور من خلال الدراسات اللي عم تقوم الفرق الهندسي والآثاري الموجودة معنا بالمبادرة، بالعودة إلى القديم وإعادة النبض
مقارنه ما بين والدمج ما بين القديم والحديث والتطور، مع اخذ كل المعطيات عم نلحظها بعملنا وبعمل الجمعيه والمبادره لاعاده الألق في مدينه حلب. مثل ما قلت لك 420 مضت هذا قصر السلطان كان متسو، قناه حيلان الاف الاعوام قناه رومانيه تمام من قريه حيلان نزولا باب الحديد الى باب جنة، هاي قناة كمان رومانية تم الكشف عنها وتم بجانب الساعة وموصولة مع قصر السلطان عبد الحميد بقنوات فخارية وهي ظهرت وأعدنا دارة الحياة إليها. نعم، يعني أستاذ طريف قبل ما نختم فقرتنا لليوم بدنا منك كلمة، نحن اليوم بذكرى التحرير الثالثة وكل يوم عم نرصد شيء مميز من حلب، كلمة اليوم لا الذكرى ذكرى التحرير قد ايه هي بتعني اليوم لكل حلبي، هذا التاريخ اللي كلياتنا فقنا فيه على فرحه كثير كبيره نطرناها، فرح يعني فرح ما حدا بيقدر ينساه ولا بيقدر ينسى هذا اليوم اللي اعلن فيه الجيش العربي السوري تحرير مدينه حلب. نحن منذ ساعه التحرير بادرت جمعيه ومبادره اهالي حلب، هي عندنا وقع كثير باعاده نبض الحياه، هو التحرير حياة شعب حلب أو أهالي مدينة حلب وشعب سوريا، شعب ينبض بالحياة، شعب نقي يحب الحياة. هالذكرى ذكرى التحرير تعني الكثير لأهالي مدينة حلب، ونحن على العهد كل سنة راح تشوفوا شيء جديد. أكيد كل يوم ما بدنا نقول كل سنة، نحن كل يوم راح تشوفوا شيء جديد وتشوف العالم كلاته يشوف في شيء جديد لانه حلب تعود وتعود وسوريا ستعود. نعم ايضا. نعم. واهلا وسهلا فيكم. اكيد شكرا كثير لك لليوم، يعني اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، الشغل اللي انشغل بحلب كثير حلو ولكن ايضا في شغل كثير بانتظار. أكيد. همه اهالي حلب الشرفاء الاستاذ طريف عطوره حضرتك رئيس مجلس جمعيه مبادره اهالي حلب، شكرا كثير لك ولهمتكم العاليه. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا.